فيما أكدت كلمات المشاركين من القيادات المؤتمرية والشخصيات الاجتماعية على أهمية الحشد والمشاركة المشرفة لأبناء المحافظة في المهرجان. محافظة حجة الباسلة تمتلئ حماسا تجسد في اللقاء التنظيمي الموسع لأبناء المحافظة استعدادا للمشاركة في المهرجان الجماهيري الخميس المقبل. كل ما يهمنا الآن هو أن نحشد جميعا إلى 70 يوم 24 من أغسطس الذي هو يكون مشهد جميعا والذي سيكون الحضور هناك في 24 من أغسطس. وشكر لكم جميعا، شكر لحضوركم، وإن شاء الله نريد من هنا أن نشكل لجان أمنية. وجهاء وأعيان وقيادات مؤتمرية يعدون العدة نحو الموعد الأكبر لبث روح الوطنية بعدما ظن المتربصون أن الشعب غدا لقمة سائقة للغزاة والمتآمرين. المؤتمر الشعبي العام كما عهدناه هو حزب الوسطية وحزب الاعتدال، وكل الأحزاب السياسية تعترف بأن المؤتمر الشعبي هو الحزب الوطني، هو الحزب الرائد، هو الحزب الذي عايش بين شعبه وبين أهله. فنرجو من الجميع أن يكون يوم 24 من أغسطس هو اليوم التاريخي للمؤتمر الشعبي العام. إنها حجة الصمود التي استعصت على العدوان لأكثر من عامين وصمدت في وجهه تذود عن حدودها وتنافح على المتربصين بها، وما كان لها أن تتخلى عن نداء الوطن، بل جاءت ملبية هاتفة بالروح بالدم نفديك يا يمن. ليوم المهرجان الكبير، يوم الحج الأكبر، في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة 24 من أغسطس يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى، على خطى المؤتمر الشعبي العام وعلى خطى دعوة الزعيم القائد الرمز علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق. كل هؤلاء جاءوا ليثبتوا حضور حجة ووقوفها دوما في صف الوطن، مؤكدين في رسالة صمود وثبات سترسلها حشود 70 الملايينية أن الشرعية من الشعب والشعب هنا. خليل سفيان، اليمن اليوم.